بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية، الشكر موصول للسادة الأساتذة في اللجنة البيداغوجية لماستر المناهج وطرق التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة على احتضانهم لهذا اللقاء التكويني التواصلي مع الإخوة الباحثين الذين أرحب بهم جميعا في هذا اللقاء. نتواصل جميعا ونستفيد من بعضنا البعض بإذن الله تعالى. بداية، أقول إن الكتابة المقالية ليست كلها على نمط واحد، بل هي ذات أشكال متنوعة، وليس المجال هنا لسردها أو التعقيب عليها، ولكن إجمالا واعتبارا لمقام هذا اللقاء نقول أن هناك نوعين من المقالات. هناك مقالة الرأي التي لا يلتزم فيها صاحبها بشروط أو مبادئ معينة، وإنما تبقى الكتابة في هذا النوع حرة، يمكن للكاتب تقديم فكرته بالنمط الذي يريده. أما النوع الثاني، وهو الذي سنتذكر حوله اليوم، وهو المقالة العلمية، والتي تنضبط لشروط ومبادئ معينة سيأتي الحديث عنها. لذلك نقول ما المقصود بالمقالة العلمية. المقالة العلمية أيها الإخوة هي عبارة عن ورقة بحثية ممنهجة، وعندما نقول ورقة لا يعني أنها ورقة واحدة، وإنما هي مجموعة من الأوراق. نقول ورقة فقط لأنها بحث صغير يتناول جزئية علمية كما سنرى في الشروط الجوهرية. قلت هي عبارة عن ورقة بحثية ممنهجة يقوم بها الباحث من أجل تقديم الحقائق العلمية والوصول إلى الأهداف التي سطرها في مقاله. طبعا بعد التحليل والتمحيص والمقارنة مع التزام مجموعة من الأمور، منها الموضوعية والحياد والدقة والوضوح والابتعاد عن السرقة العلمية. ويكون الغرض من كتابة المقال العلمي في الغالب الأعم إما النشر في مجلة علمية أو موقع علمي، أو النشر في كتاب جماعي، أو المشاركة في ملتقيات وتظاهرات علمية وطنية أو دولية أو غير ذلك. وهذا النوع من المقالات هو النوع الثاني الذي تحدثنا عنه، قلنا أنه المسمى بالمقالة العلمية. وللأسف هذا أمر يغفله كثير من الباحثين الذين يكتبون مقالات ويقدمون لها للنشر فترفض. يجهلون بأن المقال العلمي له مجموعة من الخصوصيات التي تميزه عن غيره، وهي خصوصيات وشروط ضروري توفرها في المقال العلمي حتى ينال القبول ويحظى بالنشر. هذه الخصوصيات نجملها في خصوصيتين. الخصوصية الأولى هي خصوصيات معرفية، أو لنقل هي خصوصية جوهرية، وهي خصوصيات نلمسها في المقال من خلال الفكر، وبالتالي هي ليست مسطرة أو محددة في ثنايا المقال، وإنما نستشفها من خلال القراءة المتمعنة في المقال، ويستشفها المحكمون من خلال خبراتهم في مجال القراءة والتحليل. وأول خاصية من هذه الخصوصيات الجوهرية، وهي خاصية مهمة، وهي خاصية الإبداع. أقصد بالإبداع هنا أن يأتي الباحث بجديد في مقاله، وهذا الجديد ليس المطلوب يعني أن يكون الموضوع جديدا كليا، ولكن أن تكون طريقة الطرح والمعالجة للموضوع فيها ابتكار وجدة ونوع من الإبداع، حتى يحقق المقال مقصدا من مقاصد التأليف السبعة التي ذكرها ابن خلدون في المقدمة. وهذا الإبداع يمكن أن يحصل أو يتحقق بعدة أمور. أذكر منها أن يحسن الباحث اختيار موضوع مقالته، وأنا أنصح الباحثين أن يختاروا البحث في مسألة لم ينتهي فيها العلماء والمتخصصون
إلى نتيجة حسمية. أما المسائل التي يعني مسائل قديمة أحاطت بها المؤلفات والأبحاث والدراسات وكما يقال قتلت بحثا، فلا داعي لأن يهدر الباحث فيها الجهد والوقت. ومن الأمور أيضا التي تسعف في تحقيق هذه الخاصية قراءة كل ما كتب حول الموضوع، حول موضوع المقال. لماذا؟ حتى يتبين للباحث مكامن النقص والفراغ البحثي الذي سيسعى إلى سده من خلال مقاله. إذن قلنا لا بد من توفر شرط الإبداع، فالمقال التي لا المقال الذي لا يأتي بجديد لا يقبل ويرفض من طرف اللجنة المحكمة. الخاصية الثانية هي خاصية الجزئية، قلت هي صفة مهمة جدا في 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 المقال العلمي حتى يحافظ المقال على خصوصيته. وأقصد هنا بالجزئية بأن يتناول الباحث جزئية علمية محددة ودقيقة، بمعنى أن يبتعد عن المواضيع ذات الامتدادات والأطراف المطارمية، لأن هذا سيفقد المقال روحه وخصوصيته. فموضوع يعني له امتدادات وأطراف مترامية لا يمكن الإحاطة به واستقصاؤه في مقال واحد. مثلا يأتي باحث ويشرع في كتابة مقال حول منهاج الدرس البلاغي بالتعليم العالي، في نظركم هل يمكن أن نحصر هذا الموضوع في مقال واحد؟ أكيد لا يمكن، فالموضوع يلزم البحث فيه أن يقسم إلى شقين، شق نظري وشق ميداني. ففي في الشق النظري ينبغي أن يتحدث الكاتب عن الخصائص المعرفية والمنهجية للدرس البلاغي، ثم في الجانب الميداني لابد أن يلتزم بأدوات البحث الميداني وهي كثيرة ويجب تفريغها وغير ذلك. وبالتالي موضوع بهذا العنوان لا يمكن أن 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 نصوغه أو ننجزه في مقال علمي. فإذا اختار الباحث موضوعا بهذا الصفة في مقال علمي سيأتي مقاله إما مختصرا مبتذلا أو طويلا لا يصلح لأن يكون مقال علمي، وإنما يمكن أن يكون في بحث أكاديمي طويل. إذن قلنا الخاصية الثانية هي خاصية الجزئية، فضروري أن ننتبه إلى هذه المسألة، نختار جزئية علمية دقيقة ومحددة في أي مقال علمي. الخاصية الثالثة وهي الدقة العلمية. في هذه الخصوصية على الباحث أن يتجنب مجموعة من المسائل، أولها إصدار أحكام القيمة، وهذا هو يعني الذي يستعمله كثير من الباحثين في المقالات، إصدار أحكام القيمة التي لا تستند إلى براهين وأدلة علمية. يأتي بالأحكام القيمة ثم يضعها في مقاله دون أي دليل أو حجة علمية، ثم يتجنب ما أمكن في المقال الحشو والاستطراد واستدعاء ما لا حاجة إلى استدعائه، يفعل ذلك فقط من باب الإطناب أو الإطمئنان في الحديث عموما، وهذا غير مرغب فيه إطلاقا. لذلك على الباحث أن يتجنبه حتى يكون المقال نتيجة لتحقيق واستقصاء علميين، وليس فقط استدعاء كتلة ضخمة من المعلومات التي قد لا تفيد. وبالتالي ينبغي أن يتميز المقال بالدقة العلمية وأن يأتي بالأحكام ويتبعها بالحجج والبراهين. الخاصية الرابعة في المقال العلمي، وهي الخاصية الرابعة من خصوصيات الجوهرية وهي مهمة أيضا، وهي حضور شخصية الباحث. فمن الاعتقادات الباطلة والشائعة عند كثير من الباحثين في كتابة المقال العلمية اعتقادهم أنهم مطالبون فقط بجمع المعلومات المتعلقة بمسألة المقال والربط بينها وتقديمها للقارئ. كثير من الباحثين يظنون بأنهم فقط مطالبون بأن يذهب إلى المصادر والمراجع وغيرها فيأتي بالمعلومات وينسق بينها ويضعها في المقال، في حين هذا خطأ، في حين أنهم مطالبون بماذا؟ أنهم مطالبون إضافة إلى ذلك بالتحليل والتفسير
ثم الاستدلال والمناقشة، كل ذلك بتعبير شخصي، حتى تتجلى شخصية الباحث في مقاله وتبرز بصمته البحثية في طرح الأفكار وإيضاح المفاهيم ومناقشة المخالفين والرد عليه. وبالتالي ينبغي أن تبرز شخصية الكاتب، وإلا فالمحكم للمقال سيرفضه ويقول بأن الباحث نقل هذه المسائل وأتى بها ووضعها في هذا المقال. إذن نمر إلى الخاصية الخامسة، وهي سلامة اللغة. وهذا هذه كارثة في عند الباحثين، عندنا جميعا في كتابة المقال عندنا نقص كبير جدا في مسألة اللغة. قد تحدثنا آنفا عن حضور شخصية الباحث في المقال، وهذا الحضور يلزم أن يلبسه الكاتب أو الباحث لباس اللغة السليمة، فالباحث مطالب أن يكتب بلغة سليمة خالية من الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وهذا في جميع التخصصات، ليس فقط في الآداب، بل في الآداب والعلوم الإنسانية والعلوم القانونية وغيرها، وسواء كان المقال باللغة العربية أو غيرها، فلا عذر لأحد في هذه المسألة. وهذه ملكة لا تنمو ولا تتحقق إلا بأمرين: المطالعة والكتابة المستمرين. لا تنتظر بأن تكون لك لغة سليمة بدون هذه المسألة، لابد أن تقرأ كثيرا وتطالع كثيرا وتعود نفسك على الكتابة، فمن خلالها يمكن أن تملك هذه الخاصية. هذا من جهة. من جهة أخرى، على الباحث أن يستحضر أثناء اشتغاله على المقال أنه لا يقدم مقالته للمتخصصين في الحقل المعرفي الذي اختاره فقط، وإنما هي مقالة مثلا في تخصص القانون، قد يطلع عليها الطبيب والمهندس والباحث في الأدب والباحث في العلم الشرعي، وقد تصل إلى جمهور واسع من الناس وهكذا. لذلك يجب أن يتجنب الباحث تلك الصيغ اللغوية الغامضة والأساليب المعقدة والألفاظ الغريبة، ولا يعتقد أن استحضار هذه الأمور سيزيد من قيمة مقاله ويظهر قوته وتمكنه. هذا خطأ، لأن الهدف من المقالة أو البحث عموما هو أن يصل هذا الجهد العلمي وما أسفره من نتائج إلى كل من يرغب فيه. لذلك وجب الكتابة بأسلوب جيد غير ركيك، ولكنه مفهوم وواضح. إذن الخاصية السادسة، وهي الخاصية الأخيرة في الخاصيات المنهجية، عفوا الجوهرية، وهي الأمانة العلمية. الأمانة العلمية، وهذه مسألة معلومة لديكم، فلا استغناء لأي بحث أو مقال علمي عن مصادر ومراجع يعتمد عليها في دعم المقال وتجويده، لكن بعزو الأقوال المقتبسة إلى أصحابها بالطرق العلمية المعروفة في التوثيق. إذن كانت هذه هي الخصائص المعرفية التي ينبغي على الباحثين أن يستحضروها أثناء كتابة المقالة العلمية.